المحطات. ايوه الحمد لله رب العالمين. اليوم انتهت بطولة رأس لفان اللي هي كانت في الدعو صقار الواعد والصقار الصغير والطلع، تم تتويج كل الفائزين، حظ اوفر اللي ما حالفهم الحظ. والوعد ان شاء الله في بطولة جامعة القناص يوم الثلاثاء الجاي الفترة الصباحية بتكون الدعو والطلع في نفس الوقت. فأنا فاكم التوفيق.